الأدعية المجربة والمخترعة التي يحث الناس عليها ويؤلفها بعضهم، هذه سئل عنها ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وأذكر كلامه رحمه الله وهي نصيحة مني لأولئك الذين يخترعون أدعية وأذكارا ويحثون الناس على الالتزام بها، أو أنه يترتب عليها ما يترتب عليها من فوائد من ترك معصية أو حصول منفعة أو دفع مضرة. فهذه نصيحة مني لأولئك الذين يخترعون هذه الأدعية وينصحون الناس بها، وأيضا نصيحة أخرى لأولئك الذين ينساقون وراء من يؤلف هذه الأدعية وإذا بهم يستجيبون لهؤلاء ويطبقون تلك الأدعية. وما ذكرت هذا إلا لأني أرى كثرة هذه الأدعية المجربة وتعلق الناس بها، فهذا القول أنقله إبراء للذمة لمن أراد أن يخلص نفسه من البدعة. فأجاب ابن تيمية رحمه الله فقال: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمانة وسلام، يعني هو سالم وآمن من يسلك الأدعية الشرعية. يقول: والفوائد والنتائج التي تحصل يعني من الأدعية الشرعية لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان، وما سواها من الأذكار قد يكون محرمة وقد يكون مكروها وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس. قال: وهي جملة يطول تفصيلها، يعني ما يكون من محذورات شرعية يطول تفصيله. ثم قال رحمه الله: وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون، وإذا به يجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس. قال: بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن به الله، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة، فهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرم لم يجز الجزم بتحريمه، لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به، يعني قد يكون فيه محذور شرعي لكن لا يشعر به. ثم قال رحمه الله: وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي فهذا مما ينهى عنه، ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا من، ماذا قال؟ إلا جاهل أو مفرط أو متعدي. فالحذر الحذر. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة وأن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.